بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية مكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي رواية ست شامية، وفيها أنه قبل 50 سنة، وكلام مثل الكلام الذي يستخدم الآن في العلم الحديث، في النظرية النسبية وفي الكوانتيوم ثيري أو كوانتوم ميكانيكس، وأيضا كل الإثباتات، وأينشتاين نظرية نسبية، كل الإثباتات هي بالمنطق وبالكلام. وفي الرواية أسرار أن التعليم كله كما تقول الكوانتوم ميكانيكس، إن كل القوانين السابقة والحسابات والماث والحساب والكالكولس وكل شيء كان خطأ، والصواب نحن الآن، يعني كأننا في البداية. وفي الرواية في إثبات إن الأرقام أو الكلام إنه تحديد، الرقم خطأ، ومن خلال ذلك نقدر نكتشف قانون الجاذبية واكتشافات. طبعا الآن في اكتشافات حتى عن الإنسان كيف خلق، ومحاولة يعني زي ما تقول في العمل أو في اللابات أو في المعامل، يعني هناك محاولات جدية لإنشاء أعضاء للإنسان، أو حتى إنشاء الإحسان الإنسان من جديد. هذه الآن العلوم متجهة إلى هذا الاتجاه، وأيضا إيتاء من الفضاء الذهب والبلاتين المواد الثمينة، يعني مناجم في الفضاء، وكل ذلك على أساس إنه ما تعلمناه هو خطأ. نظريات الفيزياء ونظريات الكيمياء كله خطأ، لأنه كان ما له علاقة بسرعة الضوء وتفسيرها والكوانتم ميكانيك، يعني البيسك ميكانيك كله خطأ، قوانين نيوتن كلها خطأ أو يعني بدائية. طبعا في الرواية هناك يعني تبسيط عن طريق الرواية أين الخطأ، فالخطأ في الأرقام، يعني كل الحسابات، الضرب والجمع والطرح، عمليات الحسابية كلها خطأ. يعني هناك بس عملية واحدة وهي القسمة، وهناك رقم واحد بس هو رقم 5. القراءة للرواية أستطيع أن أقرأ بسرعة، هي ست شامية قسمي، قبل 50 سنة كنت أراها وهي جدتي، وكنت أسمعها وهي قالت لي لا تتعلم الخطأ. سألتها ما الخطأ، فقالت سمارت كروكليم، أي منهج سمارت اللي هي الساينس والماث، يعني العلوم والحساب والفن والقراءة، طبعا قراءتها قراءة هذه العلوم والتكنولوجي، يعني لا تتعلم الخطأ. فقالت بعد 50 سنة أو قبل 50 سنة أنت حتكتب، وقالت هذه 100 سنة في الحساب أو 25 سنة، لكن ما هي 50 سنة.
بدأنا طبعا، فالناس اتعلموا السمارت، منهج سمارت يعني اللي هو العلوم والحساب والقراءة والتكنولوجيا، ما نعيدها خلاص، سمارت، منهج سمارت الخاطئ. فقالت لكن اذهب إلى المدرسة، هذا قبل 50 عام، وتعلم، وأعلم أنك أنت بتتعلم خطأ وبتقرأ خطأ، يعني يجب أنك تكون عندك خلفية وأنت بتتعلم. طبعا هذه كلها رواية من الواقع. استمرت الشامية في القول وقالت يا بني مخي ومخك يتكلم بالأرقام، قالت مخك ومخي لا يعرف التفكير ولا يروي، ولا يتكلم، كلام المخ عن طريق اللسان، لسانك ولساني. وأنت وأنا نسمع، بعد أن أموت وأنت في الحياة لازلت حيا، مخك وعقلك يستطيع الكلام مع مخي وعقلي بدون لسان، مثل الآن بعد 30 سنة مخك يتكلم، يستطيع الكلام مع مخي. أنت تسمعني الآن، أو هل تسمعني الآن؟ أكتب الآن، أكتب الآن، أكتب، أكتب الذي تسمع. الناس، هؤلاء الناس ليسوا علماء حقيقيين ولا عندهم علم، الكوانتم ميكانيك هي كذبة كبيرة، لكن الهدف حقيقي. التطور والمدنية والمدن الكبيرة والمباني الطويلة العالية، 100 دور و200 دور، والقطارات والطائرات والصواريخ، هذه كلها حضارة بدائية.
سيأتي أكثر وأكثر عن طريقك أنت. لا تكذب، لا تخبئ الحقائق. قبل الختام في هذه الحلقة وفي هذا اليوم في مايو 18 التاريخ الشهر الخامس من السنة 2021، واليوم 18 أو 18، في الرواية اعتبرنا سر رقم 5، وفي المصفوفة XI5 XIV هي لغة المخ، أما لغة الكمبيوتر فهي X01. فعندنا هنا في المصفوفة لو لاحظنا في الحسابات في الجهة اليسرى، فعشان نكتب التاريخ في الكمبيوتر ياخد 2 طاقتين، 2 باور للشهر و6 باور لليوم 18، يعني رقم 5 2 باور، بينما في لغة المخ 1 باور اللي هو شهر مايو، ورقم 18 3 باور في أقصى اليمين من المصفوفة. الآي هذه أو الواحد مفتوح يعني باور، لو كانت ما في صفر كله ما في باور. فالمجموع 8، وهنا المجموع في لغة المخ 4. وطبعا سر رقم 5 انه هنشاهد في الحلقات القادمة انه المخ ما يعرف من الارقام الا رقم 5، ولا يعرف من الحساب الا القسمة، ما يعرف الجمع ولا الضرب ولا الطرح. سيأتي معنا كيف في الحلقات القادمة.